صباح الخير لجميع مشاهدي الام تي في وما كنتوا عم بتشوفونا بلبنان والعالم. اليوم الاحد 13 تشرين الاول 2013، وكما كل نهار احد معظم الصحف بتحتجب بسبب عطلة نهاية الاسبوع، ولكن بريس ريفيو بتطلع عليكم بالصحف القليلة الصادرة ومنقوم بجولة على ابرز محملته صفحاتها الاولى، وايضا مختاركم الاخبار وبعض المقالات من الصفحات الاخيرة لها الصحف بعيدة شوي عن الاجواء السياسية، كما ايضا وكل يوم ببريس ريفيو فقرة بالقسم الاخير مع الانترناشنال بريس. نبدا حلقتنا لليوم الاحد مع عناوين صحيفه المستقبل، ويلي كتبت بعنوانها الابرز لليوم الاحد: شعبه المعلومات تكشف خبايا تفجيري طرابلس والارهابيين، 7 من جماعه عيد نفذوا اوامر مخابرات الاسد. صوره لصحيفه المستقبل لليوم الاحد، وهي صوره من مسجد السلام الذي دمره التفجير، وطبعا الصورة من الأرشيف نشرت صحيفة المستقبل. نتابع مع العناوين: شورى الدولة يوقف قرار صحناوي إدخال معدات عبر الهيئة المنظمة، مجزرة في درعا واتفاق سعودي فرنسي على زيادة دعم الائتلاف الوطني، مقتل العشرات بتفجير مقر لواء العباس في السيدة زينب. نتابع اعتداءات للمستوطنين في الضفة وقرار ب 1500 وحدة استيطانية غدا. إلى الصفحات الداخلية ومنطلع على 3 أخبار جديدة للخانة الثابتة لصحيفة المستقبل. يقال وبالخبر الأول لليوم، يقال أن وزيرا تابعا لتيار مسيحي اعترف في مجلس خاص أن الخلافات على مسألة التوريث في قيادة التيار باتت عميقة جدا، وهي تهدد بانفراط عقده. يقال أن معنيين يؤكدون أن حالة الحصار التي يعانيها مخيم اليرموك انعكست سلبا على صحة الأطفال الرضع، وبات أمر إعلان وفاة الكثيرين منهم مسألة وقت. يقال أن الهيئات الرقابية تفاجأت بحديث تلفزيوني أدلى به وزير خدماتي تابع لتكتل مسيحي تطرق فيه إلى ادعائها على أحد المديرين العامين بالفساد، في حين أنها لم تكن على أي علم بالموضوع. من يقال بصحيفة المستقبل إلى صحيفة الحياة وبعنوان الأول: قتلى وجرحى بسقوط قاذفتين قرب مقر خبراء الكيماوي في دمشق، المجلس الوطني يناشد الائتلاف مقاطعة جنيف 2. وصورة لصحيفة الحياة لأطفال سوريون أمام جرار ينقل أمتعتهم قرب حلب. إلى ليبيا، الإسلاميون في ليبيا يدعون زيدان إلى الاستقالة، كاري يؤكد تقدم مفاوضات الاتفاق الأمني مع أفغانستان. وديع الصافي، الصوت الخارق، الملحن الذي رحل مع عوده. وصورة أيضا من صحيفة الحياة للفنان الراحل اللبناني وديع الصافي. نتابع مع عناوين الصفحة الأولى لصحيفة الحياة: عدن ترفع علم الجنوب، ومن مصر مسودة الدستور ترجئ الحسم. من الحياة إلى صحيفة الشرق الأوسط، وكتبت الشرق الأوسط على صفحتها الأولى: متشددون يرفعون علم القاعدة في بنغازي، اعتقال مسؤول أمني متورط في اختطاف رئيس الحكومة الليبية. نائب رئيس الوزراء التركي يؤكد سعي الحزب الحاكم لدستور جديد ويتهم المعارضة بالعجز. بولنت أرنج للشرق الأوسط: سنواجه أي مظاهرات تتعرض للمؤسسات والممتلكات العامة. نتابع مع عناوين الشرق الأوسط: مخاوف من استهداف متشددين إسلاميين للمجرى الملاحي، السلطات المصرية تشدد تأمينها لقناة السويس بعد تهديدات. وبالعنوان الأخير لليوم الأحد على الصفحة الأولى لصحيفة الشرق الأوسط: مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد: المنطقة تواجه تحديات ولكنها ستظل تنمو.
وإلى صحيفة الديار، وبعنوانها الأول: عقدة طرابلس الأمنية تضع البلاد في المأزق ولا حل للفيحاء. الوزير شربل: لسنا مستعدين للوصول إلى الفراغ إذا لم نتفق على رئيس جديد. المخابرات الأردنية موجودة على الأرض مثل عام 1975 أم شائعات؟ اللواء إبراهيم يتفقد حواجز الأمن العام في طرابلس مثل الضاحية. الجيش السوري سيطر على 40 قرية في ريف حلب، قذيفتان على أبو رمانة للمرة الأولى منذ بداية الأحداث. فتوش يوضح: الدولة مدينة لشقيقي. النيابة المصرية تحيل المرشد السابق للإخوان إلى المحكمة. انفجارات هزت بغداد ليلا، إربيل تعلن اعتقال الخلية المرتبطة بالاعتداءات على مقر الأمن. واشنطن تعتقل القيادي في طالبان لطيف محسود. وديع الصافي الجبل يقع في غرام البنفسج. من عناوين صحيفة الديار، بريك أول بحلقتنا ومنتابع من بعده بريس ريفيو، خليكن معنا. رجعنا من بعد البريك وإلى جولتنا على الصحف العالمية. نبدأ جولتنا بفقرة الانترناشنال بريس لليوم الأحد مع الصحف الفرنسية وتحديدا صحيفة لوفيغارو. اخترنا اليوم من صحيفة لوفيغارو خبر من المغرب يلي قرر محاكمة مراهقين نشروا صورة على موقع فيسبوك الخاص فيهم بيظهروا فيها عم يتبادلوا القبل أو عم ببوسوا بعضهم. وبالتفاصيل: وقف الشاب والفتاة وصديق يلي التقط الصورة ب 4 أكتوبر واحتجزوا لثلاث أيام بمركز للقاصرين. وبطبيعة الحال خلف اعتقال القاصرين الثلاثة موجة استياء على الشبكات الاجتماعية، ما دفع السلطات القضائية إلى الإفراج عنهم مع استمرار ملاحقتهم. ويلاحق المراهقون بموجب المادة 484 من القانون المغربي والمتعلقة بإقدام قاصر على خدش الحياة العام. وبعد نشر الصور على الشبكة قامت جمعية غير معروفة تسمى المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب بالتقدم إلى وكيل الملك بطلب فتح تحقيق ضد قاصرين أخلوا بالحياء العام. وإشارة إلى أن رئيس المحكمة قرر إرجاء المحاكمة بعد افتتاح الجلسة ليجيز للمحكمة إجراء تحقيق حول الوضع الاجتماعي للمراهقين. ومنتابع مع الصحف الفرنسية وإلى صحيفة لوموند يلي حازت على جائزة بايو بعد نشرة للتقارير يلي أجراها مراسلين من دمشق ويلي أدوا شهرين من أدار إلى أيار برفقة الثوار السوريين. واستطاع هالصحفيين اختراق حواجز كتيرة وعقبات كتيرة ما قدر أي صحافي قبلهم أنه يوصلها، كما قدم هالصحفيين شهادتهم حول ما رأوا من مشاهدات متعلقة باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا. والصورة أيضا مع عنوان باللغة الفرنسية سور لو فرون دو داما. ومن صحيفة لوموند إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ومنتابع ضمن الانترناشنال بريس ومنتابع مع الأخبار من سوريا. واخترنا من نيويورك تايمز اليوم موضوع حمل عنوان رب عائلة في يوم ثائر ومقاتل في يوم آخر. وتناولت هالصحيفة بهالموضوع قصة رب عيلة بسوريا مثل كتار من السوريين، وبعد اندلاع الحرب بالبلد أصبح إلى جانب كونه رب عيلة بمارس مهنته يلي بيمارسها عادة خلال النهار أصبح مقاتل إلى جانب الثوار. ومن الصحف الأمريكية منتابع مع صحيفة واشنطن بوست أيضا الأمريكية،
وخبر تداولته جميع الصحف الصادرة اليوم ومتعلق بالعاصفة الاستوائية يلي عم تضرب الهند ويلي أجبرت أكثر من 800 ألف شخص على إخلاء منازلهم. وكانت الهند قد أعلنت حالة تأهب القصوى. ومن المتوقع أنه يصل الإعصار فيلن إلى الهند وحامل معه رياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومتر بالساعة. ومنح خبراء الأرصاد الجوية البريطانية الإعصار الفئة الرابعة من أصل 5 بدرجة الخطورة. وبطبيعة الحال تم إجلاء السكان من إلى المباني المحصنة مثل المدارس. وأيضا تخشى السلطات الهندية أنه تكون هالعاصفة مدمرة وأنه تلحق أضرار بالقرى يلي سيجتاحها الإعصار. وبنختم جولتنا على الصحف العالمية مع صحيفة The Guardian البريطانية. هالصحيفة يلي زارت قرية رياتشي هالقرية الإيطالية الصغيرة يلي قررت أنه تفتح منازلها للمهاجرين الأفارقة ضحايا كارثة لامبيدوزا. هالضيعة استقبلت هالمهاجرين يلي جايين من أريتريا، الصومال، أفغانستان، سوريا والعراق. واستفادت من وجودهم يلي برأي السكان المحليين لقرية رياتشي بيستفيدوا أكثر من سجنهم أو احتجازهم من مراكز خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين. ومن هالخبر من صحيفة The Guardian إلى بريك تاني بحلقتنا منتابع من بعضه بعض المقالات من الصفحات الداخلية للصحف المحلية. خليكن معنا. رجعنا من بعد البريك ومنتابع القسم الأخير مع الخبر الأول الصحي لصحيفة المستقبل وعنوانه للوقاية من الرشح. بتفاصيل هالعنوان، على مشارف فصل الشتاء يكثر الرشح ويسهل انتقاله من شخص مصاب لشخص سليم بالعدوى الفيروسية التي تنتقل عن طريق تنفس الهواء الملوث في الأماكن المختلطة بالرذاذ المتطاير من عطس وسعال المصابين بالفيروس، أو من خلال ملامسة الأسطح والأيدي أو الأدوات الملوثة بالفيروس من ملامسة الأنف والعين والفم. وليس هناك علاج يشفي تماما من الزكام، ولكن هناك أدوية تخفف من الأعراض. أولا كخفض الحرارة ومضادات السعال وطارد البلغم، لكن استعمالها بشكل مفرط يسبب الدوخة والخفقان مع أرق وقلق. وأيضا أهمية تناول الفيتامين سي إلى جانب أخذ قسط كاف من النوم والتزام الراحة. تناول السوائل بكثرة مثل الليمون المغلي وعصير البرتقال مع تناول الشوربة الدافئة، وذلك لترطيب الحلق. وأيضا تجنب شرب السوائل الباردة مع عمل غرغرة للحلق بالماء الدافئ مرات عدة في اليوم للتخفيف من حكة الحلق والسعال، وأيضا طرد البكتيريا. والحرص على عدم التعرض لتيارات الهواء البارد كالمروحة أو المكيف، إضافة إلى الابتعاد عن التدخين، ولابد من تفادي العدوى في بداية مراحل العلاج. منتابع بهذا الخبر، يمكن الوقاية من الزكام بعدم الاختلاط بالمصابين وتجنب استخدام أدواتهم الخاصة مع غسل الأيدي بشكل منتظم وتجنب الأماكن المزدحمة خاصة في مواسم البرد كفصل الشتاء، وبجانب أيضا عدم لمس الأنف والعين مباشرة واستعمال المناديل الورقية عند العطس ووضعها على الأنف والفم والتخلص منها مباشرة من البكتيريا، مع تناول أيضا الفواكه والخضار الغنية بالفيتامين لتفادي تكرار الإصابة. يعني بطبيعة الحال الوقاية من الرشح كلنا بنعرف تفاصيلها، ولكن أيضا ما بنعرف مع أخذ كل الاحتياطات عادة ما بنزمت على القليلة من جريب مرة خلال فصل الشتاء. منتابع وإلى صحيفة الحياة ومنقرأ خبر غريب شوي ولكن معقول يصير مع حيالله حدا، وبعنوانه نسي عروسه في شهر العسل. بتفاصيل هالعنوان منقرأ من صحيفة الحياة،
نسى شاب تزوج حديثا زوجته في محطة وقود وهما عائدان من شهر العسل. وكان الزوجان يعودان بالسيارة من شهر العسل الذي أمضياه في فرنسا عندما قررا التوقف في منطقة غرب ألمانيا. وبعدما زود الزوج سيارته وقودا غادر المحطة ظنا منه أن حبيبته تنام على المقعد الخلفي في السيارة، ولم يدرك حقيقة الوضع إلا بعدما قطع 200 كيلومتر فعاد أدراجه ليصطحب عروسه بعد 5 ساعات. وقالت الزوجة البالغة من العمر 33 سنة: أنا لست مستاءة منه، فهو لم يفعل ذلك عن قصد. يعني بطبيعة الحال الفتاة الزوجة بعدها بشهر العسل، فأكيد ما تكلت على سوء نية الزوجة الجديد وقررت أنه تسامحه. مع هالخبر من صحيفة الحياة لهون جولتنا على بعض الصحف المحلية والصحف العالمية والأخبار من الصفحات الداخلية بالصحف المحلية وصلت لنهايتها. بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة. بريس ريفيو، أنا بطل عليكم بكرة 7:30 صباحا بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.